أبرز الحالات والمواقف التحكيمية التي تخص لقاء اليوم، لقاء الزمالك والمقاولون العرب واللي انتهى بنتيجة 6-1 لفريق نادي الزمالك، مع خبيرنا التحكيمي الكبير الكابتن أحمد الشناوي. كابتن أحمد، مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن إبراهيم، مساء الخير يا كباتن. النهارده مباراة نادي الزمالك ومقاولون العرب في دور الثمانية في كأس مصر، كان الحكم فيها محمد معروف، معاه شريف عبد الله، معاه صالح محمد، كان حكم رابع عمرو رمضان، كان على تقنية الفيديو الحكم محمد نهاد وبيساعده الحكم احمد لطفي. هنشوف اول حاله التسلل بعد الديلي، او دخلنا ركله الجزاء الاول الشد. هنا احتساب ركله الجزاء الشد موجود والقرار قرار صحيح والفار اكد له. محمد معروف شاف الشد، او بص الشد خلاص مسكه وشده اثر على حركته، كان ماشي بيتحرك والحاجات هنا. طبعا نقف، بس نقف في الحته دي، نقف ثانيه واحده في الحته دي. هنا دي هجمه واعده ولا فرصه محققه؟ دي هجمه واعده، لانه بجنب مش هيجيب جول قدامه لسه. هنا القانون بيقول، كان بيقول ايه في الفرصه المحققه، لو هناك محاوله لعب الكره او تنافس على لعب الكره والمخالفه نتيجه لذلك، دايما بتبقى المساله فيها ايه، نزل من الطرد الانذار، مش كده؟ ما لم تكن تكون طبيعة المخالفة فيها مسك أو شدة أو دفع. هنا دي مش فرصة محققة، فالمسك والشد والدفع تبع الهجمة الواعدة. كان الهجمة الواعدة لو ما فيهاش مسك أو شدة أو دفع بيتحتسب ركلة جزاء وينتفي الإنذار. هنا الإنذار وجوبي في هذه اللعبة للمدافع المقاولين. أنا بعتقد ما بانش في الشاشة، بس أنا متأكد إن محمد معروف إدى إنذار، إدى إنذار للاعب، والانذار صحيح لان طبيعه المخالفه المسك، وطالما حصل مسك وهناك هجمه واعده وركله جزاء الانذار موجود والقرار قرار صحيح من محمد معروف، وحكم الفيديو كمان يعني اكد على قراره. بص الشد، بص الشد خلاص، حتى رجليه يعني هو معمل رجليه بقت وراه، يعني رجليه في شد، فطبعا السقوط مظبوط وركله الجزاء صحيح. هنيجي بعد كده ليه التسلل. التسلل هنا شوف المساعد يعني عمل ديلي سيجنال، وبعدين امتى بقى بيلغي؟ شوف بقى هنا التسلل موجود مفيش شك، من غير اي يعني بالعين المجرده، لكن لما لا دخل ده هو ده الديلي سيجنال، لان لكن لو كان خدها وجري على الخط وبيلعبها كان هيستنى. طينا بقتش هجمه، خلاص بقتش هجمه، الهجمه مش موجوده. هنيجي بعد كده للحاله دي. طبعا محمد معروف بعيد، خلينا نقول ان هو بعيد مش قريب، ادى حسب ركله المرمى بالشكل ده نتيجه ان هي جت خلاص من العمر، لكن اللعبه دي تحديدا كان لازم حكم الفيديو يجيبه، لان زي ما انتم شايفين القوه والسرعه والاندفاع من عمر جابر في باسفل القدم في قدم اللاعب ده، القوه موجوده وقوه مفرطه، وبالتالي كان لازم حكم الفيديو يجيبه ويوريها له، وحكم ياخد قرار يا انذار يا طرد، لكن هي الطرد موجود فيها في هذه الحاله مفيش كلام. هنا هنشوف لعبه نفس الكلام بقى، شوف هنا بقى الفرق بين دي ودي ايه؟ ان الرجل في الهواء وفاضيه وما فيهاش القوه ونازله، اللي هي بيكتم ما بيديش دفع كتب، فهنا كان لازم الانذار وجوبي في هذه اللعبه للاعب المقاولين العرب، لكن محمد معروف برضه ما اداش انذار في هذه اللعبه. أنا شايف دي الحالات المهمة كانت في النهارده، مفيش قرارات كانت يعني زي ما بيقولوا صعبة أو مهمة داخل منطقة الجزاء، حكم احتسب كل شيء يعني، خاصة ركلة الجزاء كانت صحيحة، لعبة اللي هي حكم الفيديو كانت مسؤوليته مسؤولية كبيرة، حكم بعيد مش شايف مش مقدر كان هيناديله، بعتقد كان هياخد القرار الصحيح بطرد عمر جابر من المباراة. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جدا، شكرا، كل الشكر لخبيرنا التحكيمي الكبير الكابتن احمد الشناوي. بنهايه فقرتنا التحكيميه وصلنا لنهايه لقائنا مع حضراتكم النهارده، ولقاء الدور ربع نهائي لقاء الزمالك والمقاولون العرب، واللي انتهى بفوز كبير لنادي الزمالك على المقاولين 6-1، ويتاكد صعوده الى الدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر الموسم الحالي. في الختام كل الشكر لنجومنا الكبار اللي شرفونا ونورونا النهارده، كابتن فاروق جعفر نورت الدنيا، كل الشكر ليك كابتن ايمن يونس. كابتن ابراهيم شكرا، شكر ليك، اشكرك، اشكرك كابتن عبد الظاهر السقا، شكرا ايمن، كل الشكر ليك نورت الدنيا حبيبي، الله يخليك كابتن احمد حسن نورت الدنيا، كل الشكر ليك، شكرا موصول لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم باذن الله على الف خير.